نبدأ بقى بروجكت جديد. لانج شيل كل الكومبس دي، تمام. كده الدنيا بتاعتنا مفيش فيها اي حاجة خالص، كل فولدراتنا فاضية. خلي بالنا بقى سوليدز دي، الفولدر ده افتر كده كده بيحط فيه السوليدز، هنشيله مش عايزين منه اي حاجة، وكده احنا رجعنا زي ما كنا تاني. اول حاجه انا عايز احط الباك جراوند بتاع السين بتاعي، او قبل ما احط الباك جراوند تعالوا ناخد البروجكت من الاول. البروجكت فيه صوت صح؟ طيب هاجي على اس اف اكس، دبل كليك، نضغط زيرو، مش سامعين حاجه. طيب لو انا خدت دي جوه كومب، مش سامعين حاجه. طب edit preferences audio hardware crash in progress، ارجع لكم تاني. تمام، بصوا هو تقريبا اللي حصل ايه انا وصلت السماعه، هي الهيدفون دي USB، فانا وصلتها وانا فاتح الافتر مش قبل ما افتح الافتر، فتقريبا هو في الصوت ما بيعملش انيشالايز، ما بيشوفش النيو ديفايسز اللي بتتحط في اليو اس بي، فبيشتغل على الديفولت ديفايسز بتاعه الجهاز. فلو انت هتشتغل بحاجه زي اللي انا شغال بيها دي، افتح الافتر بعد ما توصلها في اليو اس بي. تعالوا نسمع الصوت، انا ضغطت عليه دبل كليك. ده اول واحد. تاني تالت، جميل. الاتنين الاولانيين دول بتوع التايتل، وهو زي ما انتوا شفتوا في الفيديو وهو بيتخبط يتحط على الباك جراوند. اما ده فده الصوت اللي هيبقى في الباك جراوند، زي ما انتوا شايفين هي كان فيها زي تراب مش عارف ايه كده، تمام، تحس انها في قاع حاجه. طب هنظبط دول ازاي؟ الاول انا عايز اروح اقفل ده كومبوزيشن، نيو كومبوزيشن، ودي هنسميها ساوند ديزاين، مش ديزاين قوي يعني، بس كده. اوكي تعالوا ناخد الصوت الاولاني وناخد الصوت التاني وناخد الصوت التاني. طبعا كده هنسمع مهرجان، جميل. تعالوا نقفل ده. احنا قلنا الاولاني مع التاني خبطة التايتل، حلو. تعالوا كده تمام، الاتنين دول نشوف التاني. طب بصوا التاني صوته قبل الاولاني، فاحنا نعمل ايه بقى؟ نيجي على التاني ده ونضغط LL. بصوا LL هيجيب الويف فورم ده، لو احنا جينا عملنا كده ده الويف فورم، لو قفلنا دي كده يعني تقريبا هو من اول هنا خلاص. فانا عايز ايه؟ ده هيشتغل وبعدين ده يدخل وراه، بس يدخل وراه من اول فين بقى؟ تقريبا من اول البيك دي. فاحنا لو جينا هنا وجينا مسكنا ده سحبناه هنا كده، انا عايز اظبط الاتنين ويف فورم العاليين دول كده يبقوا فوق بعض. ايوه جميل. تاني
حلوة. بعد الرنة اللي احنا سامعينها دي اللي هي عند هنا مثلا، تدخل الميوزك التالتة او المقطوعة التالتة اللي هي مثلا هنقول دي هنا، تمام؟ تبدأ دي تخش معاهم كده، جميل. بس انا عايزة تخش بفيد، مش عايزة اسمعها قطع كده مرة واحدة. خلاص هنقربها شوية كده وهسلكت دي واروح على effects and presets واحط اول effect اللي هو ميكسر، اعتقد في اوديو ستيريو ميكسر. دبل كليك ستيريو ميكسر في ليفل او الليفت، السماعة الشمال والسماعة اليمين، ليفت ورايت 100%. لو انت خليت دي زيرو وخليت دي زيرو، تمام، مش هتسمع دي خالص، تمام. فاحنا هنيجي هنا كده نقف عند اولها، تمام، ونقوم عاملين كي فريم للليفت والرايت ونمشي قدام شويه. احنا كده تقريبا خدنا بتاع شويه حلوين، ونزود دي، هخليها 120% عشان يبقى صوتها لا 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 120، لا 100. ولو ضغطنا كده يو عشان نتاكد هنلاقيه عمل الاثنين كي فريم. طبعا هنسلكت الاثنين ونضغط F9 عشان يبقى الصوت سموز. شوف كده، تمام، الاثنين مع بعض كده، الاثنين بالفريم مع بعض، تمام. الاولانيات انا برضو كنت سامع، يعني حاسس ان في ترحيله، تمام، بس كده الاثنين. ودي كمان على فكره مش عايزه تخش، او انا عايزه تخش ولسه في هنا موسيقى بحيث تبقى هي مداريه عليها. واقول حاجه كمان احلى، لو رحنا هنا دبل كليك على ستيريو ميكسر وهخلي دي 130 ودي 130. ليه انا عملت كده؟ عشان تبقى دي عاليه شويه فدي تخش ما ندراش بيها، تمام. حلو، لو خدنا دي وسحبنا دي تظهر متاخر قوي. ايوه بالظبط كده، بالظبط كده، تمام. تاني، خدت بالك بقى الدخله بقت سموز قوي، مش انا ما حسيتش بالفصله بين دي وبين دي. جميل كده، احنا ظبطنا الساوند ديزاين. خلي بالك موضوع التايتل ده انت شفته في الفيديو كاميرا واحده، انت ممكن تكرر نفس دي بقى كاميرا واثنين وثلاثه واربعه، واحده جايه من فوق لتحت والثانيه من تحت لفوق والثالثه من يمين للشمال، وتعمل منها بروجكت بحاجة. بس اهم حاجة تظبط التايمينج. نخلي بالنا بقى التايتل هيخبط في الباك جراوند امتى؟ مع الرنة دي هنا. طب هنا دي جاية بعد 29 فريم، قول بعد 30 فريم. يعني كده تعالى بص، 30 فريم. يعني لو احنا جينا هنا، طب ايه رأيكم لو نشتغل بالودن؟ يعني ايه؟ يعني ساعة ما اسمع الدن دي احط علامه. طب تعالوا كده نسلكت هنا، سلكت اي فايل من دول، تمام، او حتى اقف سلكت اي حته من هنا كده، تمام. هتشغل زيرو وسيبها تعدي اول مره للاخر، تاني مره ايدك فوق الاستريك او فوق النجمه اللي هي في لوحه الارقام. ساعه ما تسمع البوزيشن اللي انت عايز تظبط عليه قوم ضغط عليها على طول، تمام. يبقى كده احنا نعمل اول مره نسيبها تعدي اللي هي يعني بتستعد، التانية نلقطها. التانية بقى بس، شفتوا ده؟
ده عند فريم كام؟ ده الماركر ده عند يا نهار ابيض 25 ال افتكر ايدي خانتني تاني يعني مش عارف تقريبا هي حاسس انها خيناني في فريم في عيب هي خيناني في اهي هنا اهو هنا هاخد الماركر ده مع شيفت واخده هنا الماركر ده هو علم بس ممكن تعمل ايه بقى خلاص دبل كليك على الماركر وتخش هنا ممكن تكتب هنا ايه بقى اكتب اي كومنت يعجبك عشان تبقى عارف يعني لو انت سبت البروجكت وقفلته ورجعت تبقى انت عارف انت هتعمل ايه ممكن تكتب ايه حط هنا صوت يا حاج احمد كده خلاص اكتب اللي انت عايزه هنا وعلى فكره دي بتفيدك لو انت هتسلم البروجكت ده لحد تاني وانت عايز تكتب له هينتس او تكتب له حاجات على ليرز معينه بتقول له مثلا عدل دي او اعمل استريتش للاير دي او زود دي او خلي بالك دي مربوطه مع دي تمام فدي جميله جدا على فكره حته الملاحظات دبل كليك تاني نشيل الفتحه ده خلاص وخلاص تمام طب جميل كده احنا عرفنا ان الانيميشن بتاعنا بتاع الكاميرا وبتاع التايتل خلال 22 فريم عشان نظبطه بالظبط مع الايه مع ملف الصوت وده اللي بقوله للناس على طول لما تشتغل على ديزاين لما تشتغل على ديزاين والديزاين ده هيتحط له صوت سواء ميوزك او سواء فويس اوفر اوعى تشتغل قبل ما تسمع فايل الصوت لانك لو اشتغلت الديزاين وخلصت وقلت بعد كده هركب الصوت كل التايمنج بتاعك غلط هترجع تعدل تاني الا اذا كنت ليك خبره بقى في هندسه الصوت انا شخصيا يعني اكاد اجزم ان مفيش حاجه اسمها صوت يتعمل له ستريتش او يتضغط او الكلام ده كله او يتقص او يتعدل او القصص دي كلها مفيش الكلام ده في الصوت تمام الا بمقدار محدود جدا ف ديزاين في صوت تسمع الصوت الاول او تسمع الفويس اوفر الاول وتبدا تعمل الفيلم اللي احنا عمالين نعمله ده تشوف التايمنج بتاعك وتحط ماركرات وتعرف انت الانيميشن بتاعك هيبقى في خلال كام فريم بالظبط عشان ما تقلفش تمام المهم خلاص كده احنا عرفنا ان احنا في خلال 22 فريم يكون التايتل خلصان كده الساوند ديزاين خلصانه طب الساوند ديزاين دي تروح فين احنا عندنا هنا مين كومبس صح خلي بالك جايه في الاس اف اكس فجايه غلط طب نعمل فولدر كمان والفولدر ده نحط له برضو شرطتين كده ونسميه بري كومبس البري كومبس ده اللي احنا هنحط فيه الكومبوزيشنز اللي احنا هنكريتها في وسط الديزاين نفتح اس اف اكس وناخد ساوند ديزاين دي نحطها جوه فولدر البري كومبس البري كومبس ده نحتاجه كتير فالكلر كود بتاعه هغيره هخليه مثلا بينك لا بينك ده لون بناتي شويه هات حاجه حلوه كده سيان تمام عشان يبقى باين وخلصنا من دي نروح لكومبوزيشن نيو كومبوزيشن خلي بالك ان احنا قلنا ان احنا هنعمل حاجه بنسميها تايتل سيكونس يعني ممكن يبقى تايتل سيكونس او ايمج او ايمج سلايد شو معنى سلايد شو او سيكونس معناهم ان في تايتل والتاني والتالت والرابع وكل واحد بانيميشن شكله وبكاميرا جايه من اتجاه شكل معنى كده ان انت عايز تعمل سين يعني مشهد سين واثنين وثلاثه واربعه وفي الاخر تلمهم كلهم في ايه؟ في سين رئيسيه. خلاص فالسين اللي هنكريتها هنسميها سين بوينت 1 او سين 1 المده بتاعتها ما علينا نبقى نقصها بعدين ونقول يا هادي. سين 1 انا ممكن احطها مع البري كومبس بس انا طالما هعمل سين واثنين وثلاثه واربعه فانا هعمل فولدر تاني وهسميه سينز حتى هسيبها كابيتال خلاص هاخد سين واحطها في سينز واروح
images وناخد ال background افتكر هي دي بصوا كده نخلي بالنا من حاجة بص كده قايل لك ايه refresh disabled release caps lock to refresh view الرسالة اللي طالعة عليه لان انا فاتح زرار الكابس لوك اللي هو بيقلب الحروف كابيتال عشان اكتب كلمة scenes وما قفلتوش الزرار بتاع الكابس لوك بيقفل الريفريش فانت عشان لو ظهرت لك دي اضغط بس اقفله هتلاقيها ظهرت وما طلعتش الصورة كمان اللي احنا عايزينها المهم هي الصورة دي الصورة الباك جراوند بتاعتنا هسحب الصورة طبعا لو ضغطت كده ودي هنسميها بي جي اندرسكور كراكس ليكن اي اسم يعجبك يعني زي ما اتفقنا قلنا اي صورة اي صورة اي تكست الاتنين يتحطوا جوه بريكومب عشان لو حبيت تغير في اي وقت تمام وانت تكون عملت افكتات وانيميشن ما تضيعش الدنيا منك هناخد بي جي كراكس وهنسحبها هنا طبعا هي بالمنظر الهيوج ده وهوب هناخدها لورا كده طبعا ممكن اعمل كنترول الت اف مقبوله كويسه الديستورشن فيها مش كتير طبعا هي باهته جدا وفيها كولرز انا مش عايز كولرز خلاص بس نخلي بالنا الباك جراوند بتاعتنا هتبقى متكونه من صورتين مع بعض الصوره الثانيه افتكر اللي هي الصوره دي برضو كنترول الت اف وناخدها مع بعض افتكر دي لو كبرناها سنة بس عشان نطلع البتاع اللي في الجنب دي هتبقى كده كويسة قوي جميل الاتنين دول بيعملوا الباك جراوند تمام هسلكت الاتنين كنترول شيفت سي عشان اعمل بري كومب ودي هسميها البي جي تكتشر او الخامة بتاعت الباك جراوند خلاص بص كده لو خدت بالك بقت بري كومب بنفس الحجم طب عايزين نشتغل فيها بقى احنا مش عايزين نشتغل هنا عايزين نروح دبل كليك نفتح دي عشان نعمل ماسكات بقى ونظبط الدنيا بتاعتنا واللي هتعمله هنا هيسمع هنا في السين بتاعت سين 1 نروح هنا هي دي مين دي اللي فوق ناخد دي ونقوم رايحين على الريكتانجل سيلكشن وممكن لو انت تروح على البين تول وتقوم مثلا واخد حبه من هنا ومثلا تقوم واخد تمشي مثلا على الكراكات دي كده حاجه كده مثلا ادي واحده تانيه وممكن تقوم واخد هنا واحد تالت وهنا واحد رابع كل دي ماسكات تمام كل دي ماسكس طب جميل ده كده زي الفل تروح على التكست دي واضغط حرف الاف حرف الاف بقى يجيب لك الفيزر بتاع الماسكات دي كلها خلاص فاحنا عايزين نعمل ايه عايزين نروح على الماسك الاصفر اللي هو ده ونعمل مثلا فيزرنج بالشكل ده كده عشان يبقوا بلندد مع بعض نفس القصه في الماسك الموف افتكر الماسك الموف اللي هو هيبقى ده تمام كده تمام واللي وراه ده البينك وممكن على فكره لو وقفت على اي بوينت من دول تعدل الماسك بتاعك زي ما انت عايز بالمنظر نفس القصه على الاخير هو كده ممكن ناخد كده شويه نزود الفيجرنج بتاعه بالمنظر كده جميل جدا طب احنا عايزين الاثنين يبقوا بلندد مع بعض خلاص اولا الكراكس دي فاتحه قوي فاتحه يعني فانا عايز الابيض ده يقل ممكن تشتغل بالكيرفز وممكن تشتغل بالليفلز مش عايز اتكلم في التكنيكال ديفرنس بين الاثنين لان هنخوض في اتجاه كبير قوي لكن انا هروح هنا واقول له ليفلز لان شايف ان الفاتح ده فاقع قوي فانا هاخد الترينجل اللي هنا ده واسحب
الوايت بوينت بحيث تخف شويه بالمنظر ده كده تمام. وانا شايف كونتراست جامده قوي, وهنا الكونتراست ما هياش جامده قوي زي هنا, فانا هاخد الميدل بوينت اللي هنا مش, او ممكن اخد اللي هنا بس كده هزق الصوره لانها تبيض تاني. انا عايز احافظ على ان دي زي ما هي, وعايز اشتغل من الهيستوجرام نفسه, عايز ازق دي كده وازق البلاك بوينت لو زقتها جوه هتدي كونتراست تمام ماشي. لكن انا عايز ازق البلاك بوينت اخليها باهته شويه, او اقول لك حاجه خليها كده بالشكل اللي احنا شايفينه كده. دي انا كده ظبطتها. نيجي بقى للي فوقها دي. اولا الاثنين دول انا عايزهم ابيض واسود, الاثنين عايزهم ابيض واسود خلاص. طب بما اني هحط افكت هياخد اللايرز كلها, ممكن احط يعني ممكن تقول لي احطه هنا واحطه هنا. طب ليه؟ ما لو انت رحت من لاير نيو ادجستمنت لاير, الادجستمنت لاير زي ما انت شايف لاير شفافه زي ما انت شايف, مفيش حاجه نزلت او كاني مفيش حاجه, بس اي افكت هيتحط على اللاير دي هيطبق على كل اللي تحتها تمام. فانا عايز اجي هنا واحط افكت اسمه تنت. تنت بيدي زي صبغه, دبل كليك كده تنت. ممكن هنا اغير الكالورين, اقول له مثلا وليكن انا عايز كالر مثلا كده, او اسف كالر كده مثلا, وعايز الابيض يروح ل كالر وات ايفر, يعني وات ايفر التنت اللي انت عايز تعمله, بس كده ولا كده احنا عايزينها ابيض واسود تمام. بالمظازين زي ما انت شايف بقوا بلندد هما الاثنين مع بعض, ولو ان التكتشر اللي فوق عايزه ليفلز لان الكونتراست اللي فيها مش زي اللي تحت. دبل كليك على ليفلز, هروح هنا وهدخل البلاك بوينت لجوه شويه مش قوي, لا مش بلاك بوينت, او خلي البلاك بوينت تمام. والميد تون نفس الليله, او هخلي الميد تون كده, والبلاك بوينت هعمل لها دي ساتوريشن عشان ما تبقاش بايظه قوي تمام بالمنظر ده كده. حلو قوي. افتكر كده الاثنين بلندد مع بعض تمام, بقوا ابيض واسود زي ما احنا شايفين. شوفوا كل اللي احنا عملناه, بص هنا الدنيا زي الفل. انت هنا بتشتغل في الباك جراوند زي ما انت عايز تمام ماشي. هنا بقى هنحط افكتات تانية. جميل. يبقى احنا كده جهزنا الباك جراوند في كومب لوحدها خلاص, وهنا هنشتغل عليها باقي الافكتس. مش عايز اعمل لود او اوفر لود في معلومات المحاضرة دي بالذات, وهنقل على المحاضرة اللي بعدها.